تخللت أعمال عنف وشغب مسيرة نظمها يمينيون إيطاليون وروابط مشجعي كرة القدم في البلاد احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وسط العاصمة روما. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقامت بعدة اعتقالات لتفريق المتظاهرين الذين دعوا لاستقالة الحكومة بسبب فشلها في التعامل مع الأزمة، ما خلف أضرارا لحقت بالاقتصاد والوظائف. هذا وسجلت إيطاليا نحو 34 ألف حالة وفاة، هذا إضافة إلى 234 ألف حالة إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حيث كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضرراً في العالم.